Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا اليوم أبحث عن علم الفقه يعني في الموضوع الأدهية. هيا نبدأ. ما هي الأدهية؟ الأدهية هي ما يذبح من النعم مثل الإبل والجاموس والبقر والغنم بفردي تقربا إلى الله تعالى من يوم عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق يعني 13 ذو الحجة. الأدهية معروف أيضا بقربان. حكم الأدهية هي سنة مؤكدة ودليلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم من سورة الكوثر آية ثانية. ثم متى وقت الأدهية؟ وهو من وقت مضي قدري صلاة ركعتين عند الأضحى ومضي قدري خطبتين خفيفتين ويستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق 13 ذو الحجة. وبعد ذلك 5 من شروط المضحي هو أولا أن يكون المسلم، ثانيا أن يكون الحر، ثالثا أن يكون البالغ، رابعا أن يكون العاقل، وخامسا أن يكون المسلم. طيب من أبو يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ؟ كما عرفنا مثل النعام هو الإبل وبقر وغنم والدعي. المجزئ فيها أولا الضأن وهو ما استكمله سنة إلى الثانية ولو سقط أسنانه قبل تمام سنة أجزأ. ثانيا المعز وهو ما استكمله سنتين إلى الثالثة. ثالثا البقر وهو ما استكمله سنتين إلى الثالثة. رابعا الإبل وهو ما استكمل 5 سنين إلى السادسة. وتجزئ الأضحية سواء كان النعم ذكرا أو أنثى ولكنه لذكر أفضل لأن لحمه الطيب. وخمسة ما لا تجزئ النعم في الضحايا أولا الأمراء عينه، ثانيا العرجاء رجله، ثالثا المريضة، رابعا الأجفاء التي ذهب لحمها بسبب الكذب، خامسا الحامل. وأخيرا هذا فقط مني. شكرا على استماعكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.